وللحديث عن التقرير الدوري للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون من جديد قدمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بلاس خارت تقريرها أمام مجلس الأمن، والتي تحدثت فيه عن الحالة في العراق. ولكن دكتور، هل أتت إحاطة بلاس خارت بجديد؟ حياكم الله اخي الكريم. اهلا بك سيدي الكريم. اهلا بك سيدي. نعم، القسم السياسي اليوم قدم التقرير الدوري الذي خصصه عن الاحاطه لممثله الامين العام المتحده. نعم. وتعودنا على السيده جينين بلاس خارت بانها منافقه في تقاريرها التي تقدمها في الاحاطات السابقه، لان احاطاتها السابقه كانت عباره عن تستر على المجرمين، تبرير افعال الميليشيات والاحزاب المجرمه، تزويق الوجوه القبيحه. ولا شك ان تقرير المبعوثه الامميه هو يسير وفق اللعبه الدوليه في العراق التي تتطلب الابقاء على الطبقه السياسيه الفاسده كي يبقى خط النفوذ الامريكي والايراني متوازن بينهما وان لا يلجأ الى صراعات مباشره. لكن هذه الاحاطه في عمومها بينت جزء من الواقع الماساوي الذي يعيشه العراقيون، وبينت فشل العمليه السياسيه. ولكن كالعاده الممثله الامميه لم تأتي على مستوى الحلول والمقترحات بجديد، بل إنها حاولت أيضا تكرار نفس التجربة الفاشلة التي أتت بالوجوه الكالحة المجرمة كي يقودوا العراق. ولذلك نقول لا يرجى من السيدة بلاس خارت خيرا، لأنها وضعت يدها أولا وسابقا بيد المجرمين والقتلة والميليشيات. نعم. وألبستهم ثوب السياسة، فلا ننسى جلوس بلاس خارت مع زعماء الميليشيات والاعتراف بهم مع أنهم مجرمون حرب، ولكنها من جانب آخر تعترف بأن المشكلة في العراق هي بالعمليه السياسيه واحزابها وميليشياتها التي دائما ما تتستر عليهم ولا تذكرهم بالاسم. فهي اعترفت بالفشل السياسي الذي تجسد بعدم قدره النظام السياسي على انتاج حكومه رغم مرور سنه كامله، واعترفت ضمنا بان العراق يفتقد الى الامن والاستقرار والى الديمقراطيه، وانه لم يوفر الخدمات وحفظ الامن والاحتكام حتى الى الدستور والقضاء الذي هم يسيطرون عليه. دكتور ثامر، تعترف بأن هناك فشل وفوضى عارمة ينتظر العراق. فملخص الإحاطة هو اعتراف بما صدحت به أصوات القوى الوطنية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين. ولكن بالنتيجة هي لم تذهب إلى الحلول الحقيقية ولم تصرح بها، لأنها كالعادة لا تصرح بأسماء الجهات التي تسببت بسفك الدماء والتي على رأسها الطبقة السياسية الفاسدة منذ 2003 إلى يومنا. طيب دكتور ثامر، لماذا لم تنقل بلاس خارت لمجلس الأمن حقيقة ما يدور في الشارع وأيضا الرفض الشعبي الواسع للعملية السياسية وشركائها؟ ما سبب في ذلك دكتور؟ يعني حقيقة هي من خلال التقرير الموجود هي صرحت بأن العراقيين غير راضين على الطبقة السياسية. نعم. وأشارت إلى أن العراقيين أصبحوا يعون تماما ما يجري في من صراعات على السلطة بلغة السلاح بين أقطاب العملية السياسية. ولذلك تقر هي بلاس خارت بأن الشعب العراقي لا يريد أن يدخل في هذا الصراع لكي لا تستغل هذه الميليشيات. فالشعب العراقي يئس من الحلول التي تأتي من النظام السياسي في العراق. نعم. ومن الأحزاب التي هي أس المشاكل والمعاناة التي تصيب العراقيين. بلاس خارت تقر بذلك وتقر بأن هناك فشل، ولكنها تقول على الحكومة والأحزاب أن يغيروا منهجهم في السلوك من أجل مستقبل العراق، ولكنها تتغافل عن المثل القائل أن من الجنون انتظار إعادة نتائج مختلفة أو إعادة التجربة لانتظار نتائج مختلفة بتكرار التجربة نفسها ونفس الأسلوب وبنفس الطريقة. فنحن بعد 20 عاما من التجارب الفاشلة من النظام السياسي وحكوماته المتعاقبة تريد بلاس خارت أن تكرر هذه التجربة رغم مرور 20 عاما، وهذا ربما يقال عنه أنه ضرب من الجنون. دكتور ثامر، هل هناك ناحية إيجابية في إيصال صوت الأوضاع السيئة في العراق أمام مجلس الأمن؟ هل هذه إيجابية؟ يعني لا شك أنه واجب على بلاس خارت أن تقدم ما هو حقيقي على أرض الواقع، والمفترض منها أن تسمع من الشعب العراقي وثوار تشرين والقوى المناهضة العملية السياسية
ومن هيئة علماء المسلمين التي فقدت الدقية الصامدة منذ 2003 إلى يومنا هذا. لأن بلاد خارت بعد 20 عاما وصلت إلى نفس النتيجة التي وصلت إليها هيئة علماء المسلمين وبعض القوى والشخصيات الوطنية، ولم تتوقف هذه الجهات عن قول الحقيقة وأيضا وضع الحلول. ولكنها رغم أنها بلاد خارت وصلت إلى هذه الحقيقة إلا أنها لا تريد الذهاب إلى الحلول الحقيقية، لأن الرائد السعودي للعملية السياسية في العراق أمريكا وإيران تبع لها لا يقبل بأن يقال له فشلت أمريكا في العراق، ولا يقبل أن توعد تجربة أمريكا التدميرية في العراق، ولأن الوضع الدولي الآن لا يسمح بإعادة ترتيب الأوراق في العراق، لأن مصدر الطاقة ومصدر تصدير النفط والطاقة العالم أيضا موجودة في العراق، وأي تأخير يكون في العراق أو إشكال يزيد من اضطراب الأمن الموجود وعدم السيطرة على تصدير النفط سيزيد من المشكلة العالمية، وتضع أمريكا في مأزق جديد يفاقم الأزمات المتعلقة بالطاقة والتضخم الذي يضرب أمريكا والعالم كله. دكتور، المجتمع الدولي ربما يكون مقتنعا بفشل الساسة في العراق، ولكن هل المجتمع الدولي قادر على المساعدة في التغيير الذي يطالب به الشارع العراقي؟ لا شك أن المجتمع الدولي هو يعرف الحقيقة. طيب، هذا لا شك. ولكن المجتمع الدولي للأسف هو مشترك في معاناة العراقيين، ولديه طبعا القدرة على مساعدة العراق والعراقيين، ولكن المجتمع الدولي أقطابه الرئيسية متآمرة على العراق. فإذا جئنا إلى روسيا وأمريكا، كلا الدولتين هي تذهب بنفس التوجه الموجود في العراق، هو دعم العملية السياسية والأحزاب الفاسدة، وهم يعطونهم الشرعية لحكومات فاسدة وميليشيات وأحزاب مجرمة متهمة بارتكاب جرائم حرب. المجتمع الدولي يقر ويعترف بوجود فساد مستشري في جميع مؤسسات الدولة، والإحاطة الأمم المتحدة كانت واضحة في هذا الملف، بل ولا يسمح للإصلاح ومحاربة الفساد في ظل النظام الحالي، لا يمكن أن يسمح له في ظل العملية السياسية لوجود المحسوبية والمحاضاة. المجتمع الدولي يعلم أن النظام السياسي يتجاهل احتياجات الشعب العراقي الضرورية أصلا الذي يعاني من مآسي حقيقية، ولكنه لا ينتقد، لا يتحرك، لا يساند العراقيين، وإنما يدعم الفاسدين ويساند الحكومة. فهل هو قادر على التغيير؟ نعم هو قادر، ولكنه متآمر ولا يرجى منه. هل المجتمع الدولي ولا دكتور يمكن أن يكون سببا في إجراء حل حقيقي وإنما ترقيع؟ ما تودون قوله، هل أن المجتمع الدولي شريك في الجرائم التي وقعت بعد عام 2003؟ هذا ما فهمته منكم دكتور. نعم أخي، المجتمع الدولي هو شريك في الجرائم التي تصيب العراقيين، لأنه يساند العملية السياسية والحكومات والميليشيات، وهو من ألبس هذه الميليشيات المجرمة التي متهمة بارتكاب جرائم حرب، ألبسها ثوب السياسة ليعطيها شرعية أمام العالم ولا يحاسبها في ظل الجرائم التي ارتكبتها على مدار السنوات الماضية. من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.